إنشاء حساب على ستيم، ده اللي احنا هنشوفه النهارده مع بعض في الفيديو ده. هنشوف مع بعض ازاي تقدر تعمل حساب احترافي او حساب جامد على ستيم ان شاء الله. هنشوف الكلام كله مع بعض، بس اهم حاجه بس قبل ما نبدا الفيديو انزل اعمل لايك للفيديو، اشترك في القناه، فعل الجرس، وما تنساش الكومنت الجميل بتاعك يا صديقي العزيز. بص انا بجري علشان مش عايز اطول عليكم الفيديو، فخلينا نبدا على طول. اهم حاجه بس صلي على رسول الله، وخلينا نشوف مع بعض الكلام على ايه. طيب يا جماعه، اول شيء هنعملها ان احنا هنفتح الكمبيوتر او هنفتح الموبايل. طبعا اللي انا هعمله على الكمبيوتر تقدر تعمله على الموبايل، بس علشان الكمبيوتر الصوره قدامكم تبقى اوضح وتبقى شايف الكلام والدنيا متظبطه هعمله على الكمبيوتر، بس نفس اللي انا هعمله على الكمبيوتر تقدر تعمله على الموبايل. وبرده لو ما عرفتش اكتب لي في الكومنتات وان شاء الله اعمل لكم فيديو تاني على الموبايل يعني، بس الطريقه ما فيهاش اي مشكله. إيه اهم حاجه برضو ركز في الفيديو عشان ما تفوتكش حاجه وترجع تقول فيها مشكله او كده يعني. وبرضو لو في حاجه ما عرفتهاش اكتب لي في الكومنتات ان شاء الله وانا هساعدك يعني. كل اللي احنا هنعمله ان احنا هنفتح الجهاز اللي احنا هنعمل منه الايميل، سواء الكمبيوتر او اللابتوب او الموبايل او الايباد او اي حاجه احنا عايزين نعمل عليها الايميل. وهنبدا نفتح اي براوزر او اي متصفح عندنا، اي متصفح يا جماعه. فانا مثلا هنا دخلت على الجوجل كروم، ده الايميل اللي انا هبعت منه. فالمهم كل اللي انت بتعمله ان انت بتبدا تكتب ستيم في السيرش، بتبدا تبحث عادي عن ستيم، فهو هنا بيقول لك ويلكم تو ستيم. اتاكد ان هو ستيم الرسمي علشان ما تدخلش على رابط اعلان او حاجه كده. زي ما انت شايف دخلت كده على ستيم بالمنظر ده، هتبدا تتاكد طبعا ان هو ستيم وتبدا تشوف الحاجه. طبعا زي ما احنا شايفين حاجات ستيم اهي كلها. كل اللي انت بتعمله ان انت بتيجي هنا فوق وبتلاقي حاجه اسمها لوجن. طبعا انت ممكن تنزل ستيم تعمل له انستول وبعد كده تسجل من جوه، بس عادي ممكن تعمل لوجن من بره يعني. انا مثلا مش هنزل البرنامج، بس ممكن اعمل لوجن من الموقع بتاعه على طول يعني. فعشان بقى تعمل حساب هتلاقي هنا نيو تو ستيم، هنا كرييت ان اكونت، دي اللي انت بتبدا تسجل منها. طبعا انت اول ما بتدخل هنا بتبدا تلاقي بيقول لك ان انت هتعمل اكونت جديد، بتبدا تحط هنا الايميل بتاعك وبتعيد نفس الايميل وبتبدا تختار البلد، ومن هنا بتقول له ان انت مش روبوت وبتحدد دي صح. طبعا هحط الايميل ده وهبدا اعيد نفس الايميل. طبعا الايميل ده كنت عامله كده اي حاجه بسرعه عشان بس اسجل منه. بتحط هنا الايميل، قبل ما تحط الايميل اتاكد ان الايميل ده بتاعك، يستحسن ان هو يبقى بتاعك عشان اي لعبة تشتريها لو اي مشكلة حصلت تقدر ترجع تنزل اللعبة تاني وما تروحش عليك اللعبة. فبتبدأ تعمل continue من هنا. زي ما انت شايف هو بيبدأ بس يجيب لك حاجات تتأكد ان انت مش روبوت وكده، وزي ما انت شايف انت هتستناه يعني. فكل اللي انت بتعمله هو بيقول لك waiting for you to verify، فانت بتستنى طبعا. فبعد كده كام ثانية يا جماعة كل اللي انت بقى هتعمله ان انت هتروح على الايميل بتاعك، علشان الايميل بتاعك لازم تقول له ان انت فعلا الشخص ده. فانا بقى اهو جيت على الايميل، زي ما انت شايف ده الايميل بيقول لي هنا verify my email address، دوست عليه اول ما جالي الرساله خلاص كده دخل عندي. لو جيت هنا خلاص على ان هو مش موجود او رجع لي الصفحه القديمه علشان خلاص انا عملته. فهو هنا بقى بيقول لك create your account steam account name، الاسم بتاعي على هو هنا خلاص اهو اتعمل. فهو هنا بقى بيقول لي الاكونت نيم، خلينا نعمله. انت بتبدا تعمل الاسم بتاعك اللي هيبقى على ستيم، وهنا بتبدا تعمل الباسورد. طبعا انا هنا ممكن اجي اعمل اسم كده يقول لي ان الاسم ده مثلا ما ينفعش عشان هو مش موجود قبل كده، حد عمل الاسم ده قبل كده. فانا طبعا اخترت كلام حاجات كتيره كده بس عشان ينفع، زي ما انت شايف عمل افيلبل. بعد كده بتبدا تختار باسورد، يستحسن الباسورد يبقى قوي، فهتبدا تحط حروف كابيتال وسمول، وبتبدا تختار علامه، وبتبدا تحط حروف كمان، قصدي ارقام كمان. فزي ما انت شايف انا حطيت الحروف والارقام وهكذا. فكل اللي انا هعمله ان انا هبدا اعيد تاني نفس الباسورد وابدا اعمل دن. فزي ما انت شايف هو بيقول لك ان هو بيعمل الايميل، زي ما انت شايف هو كده خلاص انا بقى عندي ايميل على الستيم والايميل معايا بالمنظر ده. بيقول لك فيريفاي ماي بروفايل، ان انت بقى بتظبط البروفايل لو عايز تغير اللغه. طبعا في لغات هنا كتير معانا في الستيم، ودي ميزته موجوده اهو الانجليزي، بس للاسف العربي مش موجود تقريبا يعني. فزي ما انت شايف انت بتبدا تشوف بقى اللي انت عايزه. طبعا لو نزلت تحت بتبدا تلاقي في عروض برده بتحصل يعني. انت عندك هنا برده بتبقى موجوده جراند سيف اوتو او جي تي اي يعني، فخلينا نيجي نبحث عنها كده. لو جيت هنا في السيرش كتبت جي تي اي، خلينا نشوف. زي ما انت شايف جي تي اي تقريبا ب 20 دولار او حاجه 20 دولار. فزي ما انت شايف المهم يعني ان البرنامج يا جماعه
احنا كده سجلنا على الستيم، الستيم فيه العاب كتيرة جدا. فبس انا مش عايز اطول عليكم الفيديو، كانت هي من اصعب الحاجات ان انت تسجل على ستيم، ناس بعتتلي رغم ان الموضوع سهل مش صعب، سهل جدا يعني يتعمل على طول، فحبيت ان انا اشارككم الموضوع بحيث ان لو حد عنده مشكلة او كده نقدر نتفادى الموضوع. برضو انت لو عندك مشكلة في اي حاجة اكتب لي في الكومنتات، وان شاء الله يعني هنحاول نساعدك على قد ما نقدر. فبس يا صديقي العزيز، كان هو ده الفيديو، اتمنى يكون الفيديو عجبك، اعمل بقى لايك للفيديو، اشترك في القناة، فعل الجرس. الكومنتات يا جماعة موجودة عشان تكتبوا لي في حاجة وقفت معاكم، في حاجة عايزينها، لو الطريقة نفعت برضو معاكم وكده لما تنفع يعني، ان شاء الله اكتبوا لي في الكومنتات عشان اللي داخل فيديو جديد يبقى عارف ان الطريقة شغالة. فبس يا صديقي العزيز، كان هو ده الفيديو، اتمنى يكون الفيديو عجبك، اشوفك الفيديو اللي جاي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.